بيك، مرحبا، حاسينك تتبع فينا، تتبع في برنامج القف، مرحبا، عايشك يعطيك الصحة، هكا هكا السوق، دقيقة راني جيت، كاي، خونا هذايا قبل ما نبداو البرنامج، خلونا نقول لكم على السلامة، من لوتوروت يتبع فينا يحب يعاون في القفة، يلا بر، يبارك لك، يعطيك الخير، عايشك، ميرسي بوكو، عايشك، خونا يعيطنا من الحانوت بتاعو، رانا لا قلنا لكم على السلامة لا بدينا، أهلا وسهلا بك. عايشك يبارك لك عايشك عايشك خويا يطلع المفاتح به انا بط بط خلينا نعملوا البريزونطاسيون عاصمتكم الناس الكل انا توا موجوده في مورنيك بلاد الخير بلاد الفلاحه كل شيء موجود مازلنا ما وصلناش مازلنا في الثنيه العباد توقف فينا من حوانتها يصلح في المفاتح يطلع في المفاتح حط لنا فلوس خونا تبعنا من الاوتوروت حط لنا فلوس في القفه هذيا نمشي مع بعضنا نسوق مورنيك ونشوفوا قفتها باش تعبي يلا نيجي وصلنا لسوق مورنيك وقفونا برشا كيما شفتوهم باش نبداو ونعبيو قفتنا على بركة الله قالوا لي هذا كله السوق عسلامة القفة اش تمشي للي يستحقها تنجم تعاون فيها يبارك لك عايشك قضيتك حط قضية الراجل عايشك يبارك لك فيهم عايشك عسلامة نتاع شكون؟ عايشك يبارك لك يا خويا ما قلت لكمش عايشك يبارك لك فيهم معانا ناجي الزعلوني عنده قديش عايشك عايشك عايش في التلفزه اي كنت بصلي قبل هاك البداية عايشك يبارك لك ربي سبحانه يعني النية صافية عايشك عايشك يبارك لك عايشك قلت لكم معايا ناجي الزعلوني عنده قديش على الخارج لبرا اليوم من يجي فيه اليوم قلت لي انك نيجي كالعادة ماهر ومروان عسلامة قفة اش تمشي للي يسحقها يا ودي الله نصلي على النبي كي نقول لك بلاد خير بلاد خير قال لي هذا ساشي في يده محضرها باش يعبيها عايشك يبارك لك يبارك لك خويا يعطيكم الخير يعطيكم الخير عايشكم صحه للي بشيكل يا ربي عايشك اللي تقدر عليا حمزه حمزه اسمك اللي تقدر عليا حمزه القفة تمشي للي يسحقها تنجموا تعاونوا فيها يبارك لك عبيري تقدر عليها راهوني عايشك عايش خويا العزيز شو جاب لي دجاجة وفلوس يبارك لك فيهم عايشك يعطيك الخير عايش الله نصلي على النبي الله صلي على النبي يبارك لك خويا عبد البطاطا عايشك يبارك لك عايش اختي عايشك يا مدام عايش المدام اوه القلب الكبير اللهم صل على النبي عليه يعطيه الخير يبارك لك في رزقك ان شاء الله هاني معاك عطانا البنان عطانا البنان عطانا التفاح وسلعة سمحة ياسر ياسر احنا نقولوا سمحة في نابل سمحة سمحة سلعة توا قالوا خذوا باش نعطيك من البرتقال عسلامة هاي يا خويا العزيز انت عندك المعون شنو تنجم تعاون البريد بتاع التاي بتاع الكيف هذا هاي الله صلي على النبي الله وحد عليك صدقني يرجع اضعاف اضعاف يا ودي ما يعرفش يا بنات عمي اتق الله يبارك لك يعطيك الخير كسرونا الله صلي على النبي يبارك لك
راهو اللي يعاون، يعاون بصحته، عيشك يبارك لك، يعطيك الخير يبارك لك فيهم. خونا ما عندوش برشا، جاب لنا فلوس 20 دينار، يعاون بصحته بفلوسه، يعاون بصحته بفلوسه، يبارك لهم يبارك لهم يبارك لهم، احلاهم، عيطوا لنا مازلنا كي تخلى راهو. اي عسلامة عسلامة، عدلي المدام، مدام تفرجي برنامج القفة. اي عسلامة يا مدام. الرجال اللي عندهم في السوق الكل مساهمين في السيرة. تجيكم القفة تعطيهم. هكاو. هاني جاية، هاي زلمية يا مريم، هاني جاية. هاي ما تثقلوش عليا. عايشك يبارك لك فيهم يعطيك الخير. الله صل على النبي، شو عامل في باغاسيوم يدخل حد، حاجته في الحوت يمد الحوت. الله وحد عليك. يلا شو ساعتين ها؟ سردينة هاي سردينة هاي. كوكتيل 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 حوت. طيب هذاك اش عبارة شنو؟ حلبة متاع مصارعة والمشجعين البر المشجعين. سلة مربوحة. عايشة. هاي الوقت يا مدام، هاي الوقت. الله وحد خمسة. نحن نحب الزوال يا رب. أعطيك الصحة عايشك. نحن مع الزوال. الله صلي على النبي. عايشك 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 عايشك. برا بشماله. عايشك. الله يبارك يا هلو. اسمين هذا. أبي أشوف برجين هذا. شو هذا؟ اللهم صلي على النبي. عايشك عايش خويا الغالي يبارك لك. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. يا بوجي يا بوجي. اللهم صلي على النبي. خيرات خيرات خيرات. يعطيكم الخير، بارك الله فيكم. يعطيكم الصحة، يعطيكم الخير. الله يبارك لك يا حبيبي. البرقيز، البرقيز. هاي. هاي 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 الله الله. خمسة وخمسة عليكم، يبارك لكم. قبل تمشي لإسحاق. أوه. اللهم صلي على النبي وفلوس. على اليسار، على غادي على اليسار. هاني جاي هاني جاي يعطيك الصحة. هاي يزيو من الحمل وليد، هاي معاش. هاي عند خويا يلا. الكل باش تمشي للإسحاق تنجمو تعاونوا فيها. عايشك يبارك لك عايشك. يعطيهم الصحة يعطيهم الخير. ما شاء الله عليهم. ايه وجوه ماجي. يا عاد البسكيت يضرب فيك. عايش بنتي عايش بنتي عايشك 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 يبارك بنتي احسن يديك عايش بنتي. لا يديك بارك يديك بارك يديك بارك عايشك حبيت تتصور عايشك يبارك لها. يعطيك الخير يعطيك الخير. بارك الله فيك يا سي فتحي يرحم والدي عايشك. اوه اللهم صل على النبي. خير يا عادل خير يا عادل. الو 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 يبارك لكم. شو قداش الحم اليوم؟ تقريبا علوش اليوم هزيمة. هاي تونس كامله باش تفرج فيك وتوصل. مدام لك حاجه اربع مرات. اللهم صل على النبي. افرح بالزوال يا سته. هذا وجه منور. اللهم صل على النبي. يبارك لك. ستيكه طلعت نجمها بتنزل. يبارك لك. هز معايا اخويا يبارك لك عايشك. شو
ولدي عايش ولدي يغسل يديك من الفلوس عايش ولدي عايشك يبارك لك اوه عايشك يبارك لك عايشك الفلوس يا مير مدى تفضلي يا بارك عايشك لا تفاح هاي كدير نزل نزل معك هاي 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 عايشك يا حاج يبارك لك فيهم اغسل يديك باهي اش بنتي يا ربي اجي نورها عايشك يبارك لك يبارك لك ما نجمش نقول لي راني ما نجمش نقول لي يبارك لك يعطيك الخير عايشك قعدت مع عشر نجم عشر نجم وتعبنا كملنا جزء طيارة من حلقتنا الله يصلي على النبي أول مرة نحس بالدوخة وأنا نخدم عايشك يبارك لك عايشك الله يصلي على النبي أول مرة نحس بالتعب تلمو درنا تلمو عبينا رغم اللي يعاونونا ورغم اللي وقفوا معانا توا نمشيو نلوجوا على دار اللي باش تهز القضية هذه كل يعطيهم ألف صحة جماعة ورميق ما شاء الله يلا نجي طلعي سمعتوني مقبلي كان نحكي مع جماعة قالوا لي فما دار الزوالية تلمو هي زوالية طلعين عليها دار الزوالية خونا متاع النقل يرحم والدي وصلنا لها خونا متاع النقل يدولي ركب في النقل بتاعه وصلنا للدار هذية حاولوا نكبوا الاذن عسلامة شو اسمك؟ السيدة أخيري السيدة تعرف شو قالوا عليها شو قالوا لي؟ قالوا لي دار الزوالية دار الزوالية انت تعرف الحكاية هذية؟ تضحك سيدة نرمع في خطة بسم حرمة السيارة كل ما حرمة باهي ما في جديد خب حرمة جديدة سيدة سهلة والروز اللي جبتيني لا لا مش باهي مش باهي نستنى وحرمة سيدة هاي لا يتعامل نحن ادخلوا يلا مرحبا بكم سيدة عسلامة سمحنا جينيك على غفلة وذيك هو الكونسيبت تاع البرنامج يا سيدة انا تصدمت وقعدت كحدي قلت نقول ما نقولش كي قالوا لي دار الزوالي علاش يقولوا لك دار الزوالي خاطر زوالي ما عنديش قوة ما عنديش كتاب ما عنديش ماري ما عنديش اخوة اللي يجون ما عنديش شكون يحل علي الثنية زوالي ما عنديش راجل مريض وانا مريض ولادي صغاري ولادي يتصوروا حتى قدا حتى في الصداي ولادي يتصوروا نتظلم عدة مرات شنو يتصوروا؟ يتصوروا يتضربوا اي خاصة شيئين زوالي الناس الكل تعس ما عنديش قوة مادام ما عندك وين؟ ها؟ ماليك وين؟ مالي بابا أخذ كل ميتين بابا أمي ميتين أختي من بابا لعلينا فيه عندي فوق أختي يقول أختي برا صاحب تعرفيها كقو برا اللي وجه الله بابا ما صاحب اللي وجه الله خير ساعة لساعة صاحب تلقي به كتير كاريرا تلقي حن تلقي يحبك ما حب نحبكش عارفي عابد موجود في الدنيا وعندك خو ميش التليفون وكلمه ما يسرحكش ما يوسيكش ما يسهلكش حاجة طاقة لا مشكلة راهو سامحني خلينا نتكلم سلة الرحم حسوا عليها اليوم الدين سلة الرحم سامحيني يا مرحبا أمك عمتك خالتك أنا سلة الرحم أنا ما نجمش نحملك ذنب وأنت ما تحمليش مش نجم نقول لك دخليني لقلبك وأنت ما تدخلينيش نجميش نقول لك دخليني في قلبك وأنت ما تحبيش سيدة الرحمة وكل حد مش يحب جرحها سيدة تحكي كل حد مش يحب انت تحبي تعملي خير الاخر اخي الناس كلها كيف كيف الناس كلها هاي في تونس كيف ما ليش كيف كيف سيدة قولي اطلع عشبنتي من الصغار ما نصوروهم مش محبش نوريها قولي سيدة شو تخدم قطي في حمل والله ساعة نبيع ساعة والله لنبيع
هون يعني عملت وقع كان وقت في الشتاء شوي وقت ظروف وهذا وين حال حال راجل سكر من السيدة راجل مسكين مريض بالسكر والله نهار 15 في الشهر هذا مشي بعيد ما يعطيك حتى على اللورق على علمك كان انا ريتي ما مدرجش بعيد انا شنو؟ ها؟ شعر شنو؟ عندي سكر يطلع السكر ويطيح ويطلع ويطيح قدش عندك شهر؟ عندي 4 بارك الله بنيت بنيت قدش عمرها من السيدة؟ ولدي عندك 21 سنة. لا ماخذ ماخذ شهادة ما ثماش خد. لا مش. شهادة ضوء. ضوء. منور عمومي. لا. منور عمومي. منور عمومي ذاك الغيور القيم. وعندي ولد مجدي كان يقرا بطل. ما وصلتليش الظروف قاعد يقرا قاع انا وانا صغير قالوا لي عمر 16 سنة مازال ما تخرجش التكوين. وعندي أماني تقرا عام جايبة كان حيت وحي كان كان حيت وحي يا رب يا ربي تاخذك شو فرحة عام جاي بنتها أماني فاهم شو فرحة شو هي نجي فرحة إن شاء الله يا ربي يا ربي نجيو نزغرتو لك ونجيبو لك الحلوة حبي نجيبها نجيبها خلي ماكشي تحشي ماكشي تحشي خلي أنا راحت عمرها 18 يا راحت كان حبت تحكي على ظروفها مرحبا كان عمرها 18 يا أماني خلي أنا راحت ماكش حب تجيبها بالك شو تاخذك تحاسب فيا تقول لي أنت خرجتي في التلفزة وأنا ليه شكرا شكرا حد بنتها عم جيبك يا رب يقبلها الباك يا رب ان شاء الله ان شاء الله يا رب متخرج بالتكوين ماني عامل منور ضوء هكا اسمع طفله باك طفل اخر ظروف ما حبش قاسي الحاصل وقاسي من غير ما نحكي لك طفله صغيره قاسي بالله هذه اختي هذه ايد عايشه في الدخل هذه ولو كان صحيحه حتى ما عندش ذيك نفس ما يلزمنا كيسيرش مش الضعف مش كلها مش عيب الضعف ما هي دارك مش كامله يا جريتها دارك نجم بشوي بشوي نجم نجم نشوفو طريق الفاير نجم ندخل لهم الفاير هذه كوجينتك شوف كوجينتك الساعه هاي كوجينتك معانت حبيبة عايش. اللي جابت 30 مليون في كل حلقة مليون هذا مليون كامل عليكم أمان الله هذه الخمسين دينار معاند الحاج طلاك دو يرحم والدي جابوا لنا ولده هذه المية دينار خونا نتاع منوبة يعطي الصحة وهذه 50 دينار جابتها مدام سليمة موسى سليمة موسى من نابل بعثت لنا 50 دينار يفضلها ميمتها وعلى رحمة الله ويفضلها ولادها ثلاثة فاطمة وصبرين وحمزة هذه مع سليمة هذه من سوق مرناك نفرح أول مرة في حياتك تفرح أول مرة في حياتي نفرح امبوسيبل والله ازعل أقسم بالله والله تفرحني كي تقول هكا والله أول مرة في حياتي نفرح أول مرة في حياتي تزوز فرحة لداري أول مرة في حياتي تزوز فرحة لداري أول مرة أمشي حطها في هنا حقيقة بركة عليكم أمان الله فلوسكم بتدور 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 هذوما فليساتك قالوا تقريبا فما ما نحسبوش ماكش حد تخبي على الرويجل ولا حكاية والله فرحتي احنا رانا والله أول مرة قلت لك نفرح أول مرة يا ربي الحمد لله أنا بطل شوف يا ربي شوف يا ربي يطعم أمس أمس مشيت لوش الخدمة واجيجوني وين مشيت لوش الخدمة؟ الصديرة في الصديرة قالوا لي لا من هنا قبلوكش همسة قلت شوف قلت سبحان ربي هو ربي يرزقني ويجيب لي قسم الحمد لله يا ربي الحمد لله يبارك لكم اللي عاونتوا يا ربي يرحم اللي عاون لي ويحيي حياني يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي تخلي لنا بلادنا يا ربي تعطينا قلوب الرحيمة يا ربي الحمد لله الحمد لله يا ربي يا ربي الحمد لله الحمد لله تحس روحي يا ريت نحس روحي كني كنت لي في رقصاش وين هي اللي باش نبكي اليوم ضاربيه الحمد لله وليت حي وعاد يقسم الحمد لله وليت حي كل واحد عنده قسم الحمد لله ربي يبعث لك قسمك وين انت لا نعرفك لا تعرفني لا الحمد لله ما هو عامل اسمع اعمل الخير وانسى وانا شريطه انا توا معاونش خويا مروان سامحني يا مروان مروان وحده يا بابا هذوما برشا الحم عندك ما عند خويتنا الجزاره جزرت مرناق الكل عباولنا الحم باش تلقى قفه الحم سامحونا ما فماش طاوله عليكم نحطوا هذا اللحم عليكم من الله قشة نعناع نعناع ما تقعدش في الكهرباء كل يوم عليكم من الله هذا اللحم صمت قاطر
نعرف مصطفى. ايه انا نحب تعرف شكونه؟ العباد اللي عطات قضيتها يطمنوا. انت اللي عطات الشهاديه اللي فيها المرجازه. قول هذيك قضيتي يغزر المرد في عين المرد ويكبر بروحه. قول هذيك قضيتي. المراه اللي عطات. قول هذيك. حاجته ووصلت. صحيح. هاي الحوتات خويا. يبارك له فيهم زيدا. هاي الحوتات يبارك له فيهم زيدا. هذايا زيدا قرطاس الحمد. الحمد لله. اسمعني ولا تتعقب هذيا عظم بالله عظم بالله وهاني مقبله قبله الحمله طبها داري نقول لك اكثر اكثر قليب العام اقسم بالله قليب العام هاو ربي الحمد لله برشا غلة عندك برشا غلة ها الحمه زين الحمه زين محمد زيد هذه كردونه طماطم كردونه طماطم عند خونا جابوا لي سهرانه سهرانه واحده كبيره مسيل فرحانة أمك فرحانة ديك برشا في بالي أمك معلية راسها ديك على الأخر إن شاء الله أماني مش حاشمة بالوضعية كنا فقراء وذاك اللي كتب مع عند ربي بالعكس الوضعية كي تبدأ كل ما تبدأ الأمور أصعب كل ما تزيد تسهيل عليك تعطيك لونكوراج باش تكمل كل ما تبدا معناها تري داركم كيف عايشين تري امك كيف تعبه كذا ولازمني نخدم باش نوصل لنهار اخر نعيشها اموال الحلم اللي هي ما وصلتليش وصلها انت مش ديما تبقى معناها موش بشرطي عائله كامله باش تبقى ميزه لازم هكا واحد فينا يخرج ويحاول يخرج شوي من الوضعيه هذه انت في حياتك الكل كي جبت نواره كي من هذيا كي جبت ولادي تبارك الله عليهم ولادي الله صلي يعني بشكا والله كترام نقول لهم ولادي خاصه الرجل تبارك الله حتى البنت مش عزين نحكي هي مزيانه تهبل من اللسان السلوفي ما شاء السلوفي امين احنا جبنا لكم مكتب من ربي انت وامك سيده مش بالعنا احنا وصيل انتوا اليوم توينسا كيف الناس الكل يلزمكم تاخذوا شوية لساقيكم نحبكم تصبروا يا ماني انت تفهم حتى سيدة تفهم نحبك تعقموهم ماء وجفال تمسحوهم الكل نخافوا عليكم المرض عارف انا وباء يدور ولا يا سيدة شو اسمه الوباء يا سيدة؟ وباء كورونا صحيح فما كورونا تدور نمسحوا الدنيا كل يا سيدة الفلوس الفلوس مش حابة تسيبهم سيدة ما وراك والله اللي نفكر نحلم باش نعود عندي ونقول يا ربي والله لليوم اقسم بالله قول يا ربي تعطيني فلوس اللي نحلم بها يوكل ربي سبحانه وتعالى حلمتي اقسم بالله رانا ما جبنا لهاش البلاد رانا ما جبنا لهاش البلاد ما يجيوش مليون ونص مليون و600 ما نعرفش ما حسبتهم هذوما 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 مع عند خونا سامي خونا سامي يعطي الف صحه زاد عطانا لي بابات هذوما خمسه باباتات اربعه ولا خمسه خمسه أماني تحط على فمك باش تخرج عايش بنتي باهي زهرة سيدة أنا ديما نغسل أسامي تحط على فمك كي تخرج البافيتات هكا مكتوب فيهم حنا بعد الذكرى باهي ما خلينا شيء ما نسينا شيء فرحانة برشا الجازوزة سامحني يا سيدة هاي الجازوزة ربي البافيت تستعملها مرة واحدة ولا لا هذه لافا هذه تغسل وتستعملها لافا صدقوني موجات إيجابية رغم الحاجة رغم الخصاصة رغم الدنيا مش ماشية معاهم برشا أما برشا طاقة إيجابية في الدار هذه الحمد لله يا ربي بنوتة يفضل لك إن شاء الله نجيوك في الباك عام الجاي جيت في الثنية تعديت المرناك من لوتوروت حطوا لنا في الفلوس في القفة يصلح في يطلع في المفاتح خرج من الحانوت وخلط علينا زوز كيلومتر عطانا عبدة ولنا خيرات لين مريم بن عمو داخلت لهم اليوم داخلت لهم في الثنية رصات قاعدة في القاع سامحوني صحة تاخذ وتعطي كل مرة كيفاش خرجنا من مرناك قالوا لي عليك من الله ماذا بينا تقعد في مرناك فما شكون يستحق في مرناك فما تخرج من مرناك شدينا لوتوروت وبدينا نسلو اللي شفتوا هذا كل قالوا لي فما امراه زواليه عيطوا لها دار الزواليه ضم كيفاش عيطوا لها دار الزواليه دخلت تبعت النقل نقى سيده نقى سيده محلاها الزوالي في مخه والزوالي في قلبه والزوالي اللي يعمل العيب اما اللي ما عندوش يجي نهار ويقعد ويطلع ويولي مش زويلي كريم ويرحم وساعدك يا فاعل الخير وساعدكم انتم جماعة مرنيك محليكم 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 بلاد الخير وبلاد الخير بلاد الخير والفلاحة والدنيا اللهم صل والنسمة والنسمة اللهم صل على النبي انا ما بقى لي كان كنت تستناه الى زوجي غدوة وانت اللي قاعد في دارك هز شطار خاطر جارك ما تعرفش عليه عنده عشاء ولا ما عندهش شيء طيب نسكت